السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا جائحة وباء كورونا الكابوس الذي أرعب العالم لمدة طويلة. يما كاين الثلج ولكن الجو شوية برد، كنت شفت درجة حرارة، يعني البرودة راها ناقص واحد، يعني مازال ما بداتش التساقطات الحقيقية. عندي واحد الغرض ولكن ما بديتش ناخد السيارة ديالي، رجعي عندي الصديق ديالي، لأنني مازال ما غيرتش الإطارات الشتوية ديال السيارة، يعني غير بعض المرات كيكونوا الانزلاقات. يعني باغي نمشي نقضي واحد الغرض، قلت لا حب هذا، نمشي مع الصديق ديالي هو يوصلني. دابا كاين بحال الجريحه، يعني كاين بحال الجليد ولكن الثلج راه ما كاينش، ولكن يقدر في الاسابيع القادمه تكون التساقطات الثلجيه يعني جد كثيفه، لانه هذا هو الجو ديال فنلندا. وهاد السنه يعني كان فصل الربيع والصيف كانوا طويلين، يعني الانسان كان استمتع بزاف، والان اتى وقت البرد والشتاء والتساقطات الثلجيه والظلام الدامس. الانسان يريح الاكثريه غير في الدار الا ما كانش عنده شغل ولا مدرسه ولا شي غرض يمشي يقضيه، صيدليه او متجر ديال الملابس او متجر ديال الاكل. يعني راه مازال ما كاينش داك البرد الواعر الواعر. انا كنتسنى الصديق، كان صومالي، قال لي 5 دقائق ونجي عندك. ها هو جا بالسياره ديالو، ها هو جا، ها هو جا، ها هو جا، ها هو جا مسكين بالسياره ديالو الرائعه. تربي تربي كابتن، اوكي كابتن، هو جاء. الان اترككم، اتمنى لكم يوما سعيدا، مع السلامه.